مستشار إدريس محمد علي، مستشار تحكيم مصلح حقوق جامعة القاهرة عام استئناف. أنا أوجه الرسالة للرئيس القادم، أوصل له نبض الشارع المصري، أن كل واحد بيشوف الرئيس على التلفزيون المشير السيسي بيحسوا أني قاعد في الأسرة بتاعته ومن أسرته، وبيحافظ عليه وبيحافظ على الأمن بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بطلب من الشعب المصري كله يشوف القبول في حديث المشير السيسي والقبول في حديث غيره. هتلاقي حديث غيره كله كده، هتلاقي المشير السيسي طالع من جواه الصدق، طالع من جواه الصدق، طالع من قلبه، عنده يقين باللي هو بيعمله. لكن انت بص للاتنين وانت اللي هتحكم يا شعب يا مصر.